السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة سكينة السورية. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا معي في صور الفيديو غادي نحضروا بغرير الشهدة كيجي رائع جدا. المكونات والمقادير بساط جدا بالنسبة للمبتدئين اللي كيديروا البغرير وما كينجحش معهم. جبت لكم المقادير مضبوطين بالتفصيل الممل. ما عليك إلا سيدتي تبعي معنا الفيديو إلى الآخر باش تكتشفي المقادير والمكونات والطريقه ديال التحضير ديال البغري ديالنا اللي كيجي ناجح مليون في المئة. ما تنساوش تدعمونا بلي لايك للتشجيع فقط، واكيد التعليق ديالكم البنائين. واللي اول مره كينضم لقناتي وعجبو المحتوى يفعل جرس فضلا وليس امرا باش توصل دائما بالجديد على قناه سكينه السوريه. ونبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. هادو هما المكونات والمقادير اللي كنحتاجو كيف ما كتشاهدوا معايا ببساطه جدا. اول حاجه كنحتاجو هنا عندي السميد، جوج كيسان من السميد الرقيق، راه معروف السميده الرقيقه اللي كنديرو بها الحرشه، جوج كؤوس من السميد، كل كاس كيوزن عندي هنايا 150 غرام، يعني كنحتاج هنا جوج كيسان من السميد من عبر كاس ديال العنبه. ثم عندي 4 ديال المعالق كبار من الدقيق الفرص اي ديال الحلويات الدقيق الرطب، كنحتاج 4 ديال المعالق يكونوا عامرين. وكنحتاج هنايا معلقه كبيره من الخميره سواء حبيبات او معجونه، وعندي هنايا 4 معالق من السكر و4 معالق من الملحه. ثم كنحتاج هنايا واحد شاسيه ديال الخماره كيماويه من فئه 8 غرام. طبيعة الحال كنحتاج الماء الدافئ، الماء الدافئ حسب الخليط. انا كنحتاج هنايا 3 الكيسان حتى ل 3 الكيسان وربع من الماء من عبر العنبه، وانتم الماء غديروه غير بالتدريج. اول حاجه كناخذ واحد شويه ديال الماء وكندوب فيه الخميره ديالي وكنخليها كنحطها على الجانب، يعني كنديرها هي الاولى وكنحطها على جانب، عاد كنبدا نخلط المكونات والمقادير ديالي. كناخذ جوج كيسان من عبر العنبه من السميد الرقيق، كل كاس كيوزن 150 غرام. ثم كنضيف 4 ديال المعالق كبار من الدقيق الفرص اي الطحين الرطب، وكنضيف 4 معلقة من الملحه و4 معلقة من السكر الخشن اي سنيده. ثم كنضيف الخميره اللي ضفت لها القليل من الماء غير باش تذوب ليا وتسهل عليا باش ما تبقاش حبيبات، يعني صعيب باش تذوب سواء المعجونه او الحبيبات حتى كنديروا ليها الماء، وكنخلطوها واحد شويه كنحسوا بها طلقات، عاد كنضيفوها للخليط. بالنسبه للماء غادي نضيف الكاس الاول ثم الكاس الثاني من عبار العنبه والكاس الثالث، اما الكاس الرابع ما تضيفوهش حتى تخلطوا الكل وتشوفوا الخليط ديالكم على حسب الدقيق والسميد واش كتشرب او ما كتشربش، لان الخليط ديالنا خصنا يكون ما خفيف ما ثقيل. غير تبعوا معايا باش نشوفوا القوام ديالو كي كيجي. انا درت هنا 3 الكؤوس وغادي نضيف تقريبا واحد جوج او 3 ديال المعالق كبار اللي غنزيد ديال الماء. حتى كنخلط المكونات كاملين، الخميره كنخليها حتى للاخر، يعني شاسيه ديال الخميره ديال فئه 8 غرام كنخليها الى الاخر، عاد كنضيفها. كنشوف الخليط ديالي خصني واحد شويه ديال الماء، غادي نضيف تقريبا 4 كاس من الماء، غير 4 كاس، هذاك راه نص، انا ضفت غير 4 كاس من الماء. وكنخلط جيدا بالفوي او بيدي. على العموم هذا الخليط كله غادي نحطه في الخلاط الكهربائي اي المولينيكس، وغادي نخدمه جيدا، يعني تقريبا غنخدمه واحد 3 دقائق او 2 دقائق، يعني متواصله كنخدم وكنقطع كنخدم وكنقطع حتى كنحصل على واحد الخليط كيكون كريمي وكيعطيني بحال هاد الفقاعات، يعني صافي راه البغرير ديالنا واجد بدون اختمار. يعني كنبقى 2 دقائق حتى 3 دقائق وانا بالمولينيكس كنخدم يعني بالخلاط الكهربائي حتى كنحصل على واحد القوام يعني كريمي، داك السميده ما كتبقاش كتبان، تيولي شكله كريمي. وفي الدراب كتلاحظوا واحد الفقاعات بداو كيطلعوا، الفقاعات ديال الاختمار وديال التجانس ديالو. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو القوام ديالو الصحيح، ما يكونش خاطر وما يكونش ثقيل. على العموم راه عطيتكم العبار مضبوط ديال الماء وديال السميد والدقيق، ما عليكم غير تبعوهم. مباشره كندوز باش كنخبزهم، يعني ما كنخليش بتاتا تختمر. كندير المقلاه ديالي تسخن، طبيعه الحال المقلاه ديال البغرير كنديرها تسخن، يعني ما تكون سخونه بزاف، النار تكون مهيله في الاول
كندير البغري ديالي الكميه الكافيه، ما نديرش بزاف ما نديرش، يعني على حسب بالمغرف ديالي اللي كندير. وكان مجرد ما كنوضع الخليط ديال سائل البغرير كنجهد شويه النار، يعني ماشي نجهدها بزاف، كنرجعها يعني في النص حتى كيبقى كيف ما كتشاهدوا معايا كداك الثقوب، وكنحس بان البغري ديالي بدا كيتشمع ليا كيطيب ليا من الجناب وبدا كيتحمر، كنرفدها وكنعاود نطرح وحده اخرى. قبل ما نطرح وحده اخرى طيب كناخذ المقله ديالي وكندوزها على الصنبور اي الماء بارد، يكون الماء بارد، وعاد كنرجعها للنار. ضروري هذه العمليه، يعني نبردها ونرجعها للنار، لان البغرير الا بغيتيه ينجح معك سيداتي المقله منين بغي نضيف ليها الخليط السائل ضروري تكون في الاول ما بارده ما سخونه، يعني دافيه، كندوزها في الماء عاد كنرجعها للنار وكنضيف الكميه الاخرى كيف ما كتشاهدي معايا سيداتي، حتى كنكمل كاع السائل اللي عندي ديال الخليط ديال البغرير، وكنحمرها واحد شويه، يعني غير كيتحمر ليا كيذهب ليا مباشره، غير ما كيبقاوش هاد الفقاعات العجينه ما كتبقاش، كنقلبها كنلقاها بانها تحمرت، كنرفدها وكنحطها يعني فوق واحد المنديل او فوطه او زيف، ضروري ما تحطهاش منها التبصيل باش ما تعرقش وما تفزاتش. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كملت الكميه كامله اللي عندي، ها هو دا ومحمر، والدليل القاطع انه ما معجن ما والو، ها نتوما كتشوفوا الا كان معجن مجرد ما غنطويها غتلصق مع بعضياتها، مجرد ما غنضغط بالاصبع ديالي غيبقى الاصبع ديالي فيها، ما معجن ما والو، لانه بالسميد والدقيق، يعني غير ربع الكميه ديال الدقيق مقارنه مع السميد، غير جربوه اكيد 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 غينجح معكم، ما غيضركم ما والو. بالنسبه للناس تيقولوا المعده ما ناكلوش البغرير، راه ما مدقش البغرير اللي كيضر في المعده هو اللي تيكون معجن او مدقص، يعني ما تيكونش القوام ديالو هو هذاك. كيف ما كتشاهدوا معايا البغرير ديالنا كيجي ديال الشهده مخرج معتبر، كما كتشاهدوا معايا الضو، يعني انا دوزته هكا في الضو حدا 11 جم، يعني الضو ديال الشميشه، هذه راه العشيه ما كايناش الشمس، يعني العشيه على عين المغرب، وشوفوا الضو اللي داخل منه، يعني راه مثقب ومخرج وما معجنش بتاتا. والدليل هو كيف ما وريتكم، واخا كنضغط عليه بالاصبع ديالي ما كيبقاش الاصبع ديالي الطابع ديالو تما، واخا كنجمعها كتعاود تطلق ليا البغريره. نتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم وتجربوا الوصفه ديال اليوم، بغرير للمبتدئين واللي كيعرف يديرو الله يعاونو الله يسهل عليه. بالنسبه للبنات كيتشكاو بزاف تيقولوا البغرير ما تينجحش معنا، قلت علاش لا ما ندرسش معاهم الوصفه ديالي اللي ديما ما كنغيرهاش بتاتا ديال البغرير، ناجح مليون بالمئة. نتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم وتجربوا البغرير ديال اليوم، وشكرا لكم المتابعه، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك للتشجيع فقط، والتعاليق ديالكم البنائين، ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه الصويريه، والوصفات السائله والاقتصاديه والناجحه والمضمونه 100%. والى اللقاء.